حاول سادة إرم إغراء هود عليه السلام بالمال، ولكنه رفض. فلما أيقنوا أن دعوة هود لن تبطر، وأن من القوم من سيؤمن به لا محالة، قرروا أن يستعينوا بالمردة والشياطين، عسى أن ينتصروا في حربهم على هود ومن معه. بسم الله الرحمن الرحيم.
كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ صدق الله العظيم. لا شيء يخفى عليك يا ساحرة إرم، هذا هو سر مجيئنا إليك يا عنز، فهل نجد عندك حاجتنا؟ حاجتكم هي حاجتي يا شداد، فلا أحد في إرم يبغض هودا كما أبغضه أنا، فبدعوته هذه تهدم إرم وينسى التاريخ مجدها. إن هودا لعنة على تلك الأرض التي نعيش فوقها، والخلاص منه ومن أتباعه واجب علينا. أحسنت القول يا عنز، وأقسم بآلهتنا العوالي، إن قضيت حاجتنا التي جئنا إليك من أجلها فسنغدق عليك العطايا حتى تكتفي. لا حاجة لي فيما عندك يا صدد، فعنز لا حاجة لها بالمال، فأنا لا أعمل ذلك سوى لخدمة الآلهة العوالي ولكي تحل البركة على الأرض. إذن أخبرينا يا عنز، من هم أعوان هود؟ انظروا، هؤلاء هم من آمنوا بهود ودعوته، لا تبقوهم في إرم إلى الغد، ولا ينام أحد منهم على فراشه الليلة. هذه هي أوامر آلهتنا العوالي. ها هو رباح قد آمن، وهذا ما حسبته، فلم يكن هذا الفتى ليؤمن وحده دون أبيه. جعد بن كاسب، هذا أمر لا يصدق، أمتأكدة أنت يا عنز من هذا الاسم؟ ما يكتب على رمال عنز لا شك فيه يا صدد. هذا أمر عجيب، كيف يفعل ذلك وهو من قام بنحت التماثيل لآلهتنا العوالي؟ أقسم بصمود لأعلقنه من رقبته أمام الناس جميعا حتى يكون عبرة لهم. اصدقني القول يا جعد، هل آمنت بهود أنت أيضا؟ تحدث يا رجل، هل أنت ممن آمنوا بهود وإلهه؟ نعم، لقد آمنت بالله رب العالمين. ماذا؟ 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 ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ آمنت؟ آمنت؟ أنت يا جعد، إنك كبير النحاتين، أنت من صنعت يداك عشرات التماثيل التي تزين إرم، هل سحرك هود أنت أيضا؟ أكنت تخدعنا كل هذا الوقت؟ أكنت تستخف بنا؟ منذ متى وأنت مؤمن به يا جعد؟ لقد تذوقت حلاوة الإيمان التي لم يتذوقها أحد منكم. وما الذي دفعك لذلك؟ أي عطايا تلك التي جعلتك تكفر بآلهتنا، آلهتنا العوالي؟ آلهتنا العوالي تلك التي أصنعها بيدي، التي لا تسمع ولا ترى ولا تضر ولا تنفع. يبدو أن سحر هود قد تغلغل في دمائه وروحه،
لقد سحر هود، سحر. هذا أمر لا شك فيه. والله ليس بي سحر، ولكنكم لا تفقهون. والله ما عدت أخاف الموت بعد اليوم، فلقد عشت حياتي أخشى بطشكم أيها القوم. وها أنا أمامكم وأنا على مشارف لقاء ربي، أعلن أنني أتبرأ من أصنامكم. عسى أن يغفر لي ربي ما صنعت يداي من رجس. اقتلوه، اقتلوه هذا السخيف، اقتلوه. خيرا يا كبير الجند. ليس بخير يا رباح، اخرج معي انت واهلك. ماذا؟ اخرج الى اين؟ وما الذي حدث؟ امر سيدي شداد بنفيكم خارج ارم. الى اين؟ فبيتنا واهلنا وتجارتنا هنا، الى اين نذهب يا دمدم؟ الى اي مدينه غير ارم؟ فلم يعد لك عيش فيها يا رباح، لا انت ولا اهلك. يا قوم، أما كفاكم كسر قلبي بقتل ابني؟ ألا تكف عن سفك الدماء؟ أي لعنة تلك التي أصابتكم فجعلت قلوبكم كالحجارة؟ كفاكم، كفاكم. لا وقت يا رباح لمثل هذا الحديث، خذ أهلك واخرج من إرم، واعلم أنه إذا رآك جندي على أطراف المدينة بعد الغروب فلا تلومن إلا نفسك. والله ما أقول إلا ما يرضي ربي، الحمد لله على ما أعطى، والحمد لله على ما أخذ، وهو ذو الفضل العظيم. هل تصدق ما رأيناه وسمعناه يا خور؟ هل تصدق بأن جعد قد كفر بآلهتنا وآمن بإله هود؟ كيف أصدق؟ إنه أمر غريب، فجعد لم يصرح لنا يوما بمكنون قلبه. أكان خائفا منا؟ كيف ونحن أصدقاؤه المقربون؟ كيف أخفى عنا أمرا عظيما مثل هذا؟ هذا الأمر يجعل رأسي لا يتوقف عن التفكير، أكاد أجن. وأنا مثلك يا خور، لقد عشنا سويا لسنوات طوال، جمعتنا الأيام والليالي، يا ليتني مت قبل هذا. يجب علينا أن نذهب للسيد شداد، نرجوه أن ينزل جسده المصلوب. إياك أن تفعل يا خور، فحينها قد يظن سادة إرم بأننا آمنا معه بإله هود. صدقت، لقد أصبحنا نحن أيضا في موضع الشك. فلربما يأتي الغد بحال أفضل. أي حال أفضل وجعد جسده معلق ينهشه الطير؟ يبدو أن لعنة الآلهة قد حلت علينا. ها أنت قد أتيت يا سمين الرأس، أتني بما عندك. لقد فعلها شداد يا عنز، وقضى على دعوة هود. دعك من هذا الحديث الأبله، فدعوة هود موجودة ما لم يمت. كل من آمن بدعوة هود طرده شداد ونفاه إلى الصحراء. هذا ليس كافيا أيها الأبله، لابد من تضييق الخناق على هود ومنعه من الدعوة مجددا. لابد أن تقتل دعوته في مهدها. الأمر ليس بسيطا يا عنز. أعرف، أعرف، لذا وجب علينا دائما أن نحاربه بكافة الطرق، فنحن أمام عدو قوي، والانتصار عليه ليس بالأمر الهين. وما المطلوب إذن أيتها الكاهنة؟ أن تكمل ما أمرتك به من تربص. لم يعد الأمر متوقفا فقط على هود، بل على أي أحد يلتقي به. إياك أن تسهو يا رأس الثور. اطمئن يا عنز، فأنا كالخفافيش أرى في عتمة الليل كل صغيرة وكبيرة. اذهب،
اذهب الآن ولا تحضر إلا بالجديد. أمرك يا ساحرة إرم. مرحبا سيدي. أين هود يا غلام؟ بالداخل سيدي، تفضل. ليخرج هو لي، أبلغه أن قائد الجيش يريد لقاءه. هلا تفضلت بالدخول سيدي، ولك ما شئت. نفذ ما أمرتك به أيها الخادم، ولا تكثر الحديث. ليس بخير يا هود، فلقد تجاوزت حدك كثيرا، وحان وقت الحساب. تجاوزك في حق الآلهة، واستمرارك في دعوة العوام من الناس لتركها، وهذه الأكاذيب التي تنشرها بينهم، لقد فاض الكيل يا هود. وما إن خرج له نبي الله حتى راح يدعوه كما يدعو كافة قومه، فما كان من دمدم إلا الرفض كباقي أهل إرم، ثم قال له غاضبا: هل تريد أن تعيد هذه الأقوال علي أنا أيضا؟ أوصل بك الاستهزاء بنا إلى هذا الحد؟ أخبره نبي الله أنه أمر من ربه أن يدعو الناس كافة، قويهم وضعيفهم، غنيهم وفقيرهم، فالعباد عند الله سواء، لا فرق بينهم إلا بالتقوى. أتقول إن إلهك لا يفرق بين الناس؟ أخبره نبي الله بأنه سبحانه وتعالى هو الإله العدل الحق، اللطيف بعباده، صاحب الملكوت، مسير السحاب لتمطر العصاة كما تمطر العابدين. هود، حدثني عن إلهك أكثر. قال له نبي الله هود: إن الله أحن على خلقه من حنان الأم على رضيعها، يسترهم وهم عصاه، ويغفر لهم وهم دعاه، لا يرد طالب عفو عن بابه، هو الله الإله الواحد الأحد، اللطيف الرؤوف الرحيم. ماذا بك يا دمدم؟ ما الذي حدث لقلبك؟ هل أصابك هود بسحره؟ لما هذا العطف الذي زرع في قلبك؟ منذ متى وأنت تعطف على أحد؟ هل تأثرت بثبات أتباع هود وشدة إيمانهم به رغم البطش بهم وطردهم من البلاد؟ هل يكون هود على حق؟ يا إله السماء، يا أيها الإله الحق، دلني على الطريق الصحيح ولا تتركني تائها هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Thank you.